إن كان القانون يجيز ضرب نواب ومواطنين لوقوفهم عند منزل الحبش. النائب ضيف الله أبو رمية قال إن ما يحدث اليوم وما حدث في أشهر الصيف الماضية من محاولة لضرب الحريات أمر. النائب السابق فهد الخنا إنه ينصح الكويتيين بعدم الخوف لأن الخوف سيؤدي إلى تسلط السفل على الشعب على حد تعبيره. من جهة أخرى انتقد النائب عدنان مطوع ما جرى في ندوة الحربش بالتحريض، وأضاف أن ما حصل في الندوة يكشف التطاول الذي قام به الدستوريون الجدد حيال ولي الأمر، تعدت إلى زعزعة أمن وهيبة الدولة إلى السلطة ومسند الإمارة على حد تعبيره. مشاهدين الكرام، للتعليق على هذه الأحداث التي جرت في الكويت نستضيف في هذا البرنامج عبر الهاتف عدد من المحللين والخبراء، مع الأستاذ أو الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لحزب الأمة في الكويت من الكويت، وكذلك الدكتور ناصر الدويلة وهو عضو سابق في برلمان الكويتي، وعلى الهاتف أيضا من فرنسا الدكتور هيثم المناع كاتب وناشط حقوقي سوري مقيم بباريس. في البداية أرحب بالضيوف الكرام وأبدأ معك الأستاذ أو الدكتور حاتم المطيري. الدكتور حاكم، ماذا جرى بالضبط في بيت النائب جمعان الحربش، وما تعليقك على هذه الأحداث؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد تحية لكم أخي توفيق ولقناتكم الديمقراطية ولضيوفك المشاركين معك الدكتور هيثم المناع والأستاذ المحامي والنائب السابق ناصر الدويلة، حياهم الله جميعا. بالنسبة لما جرى بالأمس، هي أزمة سياسية لها ارتباط وثيق بما يجري في العالم العربي ككل، وهذه الأزمة لها تداعياتها الآن على الشارع العربي. ما يجري في الكويت هو شبيه إلى حد كبير بما يجري في مصر وفي اليمن وفي الجزائر وفي المملكة وفي البحرين. العالم العربي يتململ اليوم ويتطلع إلى تغيير هذه الأوضاع السياسية، والحكومات عاجزة عن تطوير أدائها السياسي. وهذه الأزمة بالأمس هي مشهد ومظهر من مظاهر هذا التردي في الأوضاع في العالم العربي. لا يمكن أن نفهم ما يجري في الكويت ما لم نفهم ما الذي يجري في العالم العربي. هناك حكومات منذ سايكس بيكو تم تقسيم المنطقة على هذا النحو وفرض واقع سياسي، سواء من خلال ترسيخ حكومات ملكية ووراثية أو من خلال حكومات عسكرية وانقلابات كانت مدعومة من الخارج، وما زال الوضع كما هو عليه منذ قيام هذه الدويلات بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. المنطقة العربية اليوم كما تؤكد كل الدراسات تتوجه نحو الدفع باتجاه الإصلاح السياسي وتطوير نظمها السياسية، وهذا الذي حصل بالأمس هو أحد تجليات هذه الأحداث. نعم. على ذلك هلا الدكتور، عفوا الدكتور حاكم، هل لديك معلومات؟ هناك يعني ناس في مختلف ربوع الوطن العربي، في القدس، في لبنان، في الجزائر، في المغرب، في الكثير من الدول تريد ان تعرف تفاصيل الحدث. ماذا حدث بالضبط الدكتور حاكم؟ انا لم اكن حاضرا بالامس، لكن كان الدكتور عواد الظفيري وهو رئيس الحزب من الحضور في الديوان للمشاركة، وذكر لي بالتفصيل ما الذي جرى، حيث أن قوات الأمن الخاصة جاءت بقصد الاعتداء على منظمي هذه الندوة، مع أنها في ديوان خاص وبحضور ممثل الشعب الكويتي، حضور أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وكانت سلمية وفي ديوان خاص، ومع العلم بأن قانون التجمعات قد سقط بحكم محكمة دستورية منذ 5 سنوات، وهذه التجمعات هي في دائرة المباح الدستوري والقانوني ولا يوجد ما يمنعها، خاصة أنها في أماكن خاصة وسلمية. وذكر لي الدكتور أيضا بأنهم تعرضوا
للاعتداء من قبل قوات الأمن، ومع أنهم كانوا قد طلبوا من الحضور بالانفضاض وفض الندوة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم وهم في حالة الخروج من الديوان، وتعرض النواب إلى ما تعرضوا له، وهذا شيء غير مسبوق للأسف في تاريخ الكويت التي تعيش إلى حد ما حالة سياسية تختلف عن باقي الدول العربية. هناك هامش من الحرية السياسية، إلا أنه بالأمس تم انتهاك هذا الهامش، وتحولت للأسف الكويت كبقية الدول العربية إلى أشبه ما يكون بنظام بوليسي وقبضة بوليسية. نعم. وهناك بلا شك سخط شعبي عام مما جرى، والجميع وكل القوى السياسية تقريبا بلا استثناء ضد هذه الممارسات التي قامت بها وزارة الداخلية بدعوى حفظ الأمن، مع أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن دون كرامة للمواطن ودون احترام لحريات المواطنين وحقوقهم. نعم. أوكي، أبقى معي الدكتور حاكم، أنتقل إلى باريس إلى فرنسا مع الدكتور هيثم المنا. أهلا بك الدكتور هيثم. أهلا فيك الدكتور هيثم، كيف تقرأ ما جرى أمس في بيت النائب الكويتي أثناء جمعان الحربش خلال أو ما نقلته بعض وسائل الإعلام تعرضه هو وجماعة من النواب للضرب وما إلى ذلك من رجال الأمن؟ الحقيقة هو يقع في إطار تراجع للحريات الأساسية في دولة الكويت، شهدناه في الأشهر الأخيرة، وكان التعبير عنه الاعتقال 3 مرات لمحمد عبد القادر الجاسم لعدم الدفاع عن أي كويتي يعتقل في المملكة العربية السعودية أو خارج الأراضي الكويتية، وبنفس الوقت في من أجل حادث استفزازي قام به شخص أدين من المجتمع الكويتي بأكمله منع التجمعات، أقصد الحادث المتعلق بياشر الحبيب وقصته، فتم منع تعسفي للتجمع. لكن ما حدث بالأمس فيه نقطتين، يقول لا حصانة لأحد، يعني وليد الطبطبائي هو مسؤول لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وضرب. الثاني هو لا تناسب بين تدخل الأمن والحاجة لهذا التدخل، لأن عدد قوات الأمن كما شاهدنا في الأفلام التي وصلتنا أكثر من عدد المتجمعين أنفسهم، وهذا تطور خطير. هذا يعني أننا نستخدم الأمن للإرهاب وتخويف الناس، ومن أجل الأمن بشكل بحت، لا في حكمة سياسية ولا في أي مجال للحوار مع الناس أو في مجال الأخذ والعطاء مع المجتمع. نريد أن نقول بأن لدينا القدرة على ضرب من نريد حيثما نريد وكيفما نريد، وهذا تطور خطير يحتاج إلى وقفة من كل من هو في الكويت قبل أن يذهب بعيدا نحو تصرفات أكثر خطورة تنعكس مباشرة على الوحدة الوطنية وتنعكس مباشرة على العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. نعم الدكتور هيثم، الصحف الكويتية نقلت عن وزير الداخلية جابر الخالد قوله إن قوة الأمن لم تعتدي على أحد لكنها طبقت القانون الذي قرره مجلس النواب نفسه أو مجلس الأمة بموافقة نوابه وتلبية لرغبة الأميرية، كيف تعلق على ذلك؟ افتح على فيسبوك هيثم مناع ستجد أرسل لي عدد من الأفلام التي توضح الضرب مباشرة، ولا أدري يعني لماذا يوجد بعض الأشخاص في المستشفى، هل هي مشاجرة شخصية بينهم ببعضهم البعض أم بضربات تلقوها من عناصر الأمن؟ يعني لما يكون في جرحى وفي ناس في المستشفى معناته في اعتداء تم على أشخاص، ولا يمكن أن نتحدث فقط عن من وقف وراء دفاعه المظاهراتي وسائل حديثة للدفاع في المظاهرات ولم يعتدي على أحد، هذا نراه في أماكن أخرى، أما ما حدث بالأمس فكان اعتداء مباشر على الأشخاص. أوكي يبقى معنا الدكتور هيثم، فقط أنتقل إلى الدكتور ناصر الدويلة. أهلا بك الدكتور ناصر. أهلا وسهلا بك الدكتور ناصر، يعني ماذا يجري في الكويت
هل هي الحكومة تقوم بواجباتها في حفظ الأمن والقانون، أم أن الأمر مخطط لضرب الحريات وتغيير الدستور في الكويت كما يقول البعض؟ والله يعني أنا أعتقد أن اللي حصل في الكويت هو نتاج يعني إفرازات الانتخابات اللي ضاعت. الانتخابات الماضية المعارضة فقدت الأغلبية في البرلمان، وما عاد عندها يعني عدد من النواب داخل البرلمان يستطيع أن يمرر ما تريد عن طريق التصويت. لذلك عندما حست المعارضة في الكويت بأن العملية الديمقراطية محسومة بالتصويت لصالح الحكومة أو على الأقل التيار اللي يعني يدعم الحكومة، برزت مطالبات من داخل المعارضة يطلبون بحل مجلس الأمة وإعادة الانتخاب مرة أخرى. وهذه ظاهرة جديدة أصلاً، يعني أول مرة تحدث في الكويت النواب مجلس الأمة النواب المعارضة اللي هم الآن كله في الدستور يطالبون بحل مجلس الأمة والرجوع إلى الشارع مجرد أنهم فقدوا يعني الأغلبية البرلمانية داخل البرلمان. أنا أعتقد أن المعارضة بالكويت يعني اتسمت في السنين الماضية أن لها صوت أعلى من صوت الحكومة ولديها عدد من الأصوات أكثر من أصوات الحكومة، لذلك الحكومة كانت في السابق إذا اصطدمت بهذا الواقع تحل المجلس. الآن أصبح العملية معكوسة، الحكومة تملك الأغلبية في البرلمان والنواب المعارضة يطالبون حل المجلس. لا شك أننا ندور في حلقة مفرغة، يعني يجب أن تتحمل الأقلية يعني سيادة رأي الأغلبية، هذه هي الديمقراطية. اللي حصل عندنا الآن أنه يعني حصل توتر، والتوتر هذا يعني ناتج من فقدان الأغلبية، المعارضة أغلبية في البرلمان. هذا التوتر لم تعتد عليه المعارضة. المعارضة دائما في أي موضوع تطلب التصويت، والتصويت دائما محسوم لصالحها. لكن في الواقع الحالي المعارضة ما عندها ضعيف المعارضة، وأصبحت مكشوفة حقيقة سياسيا أمام الشعب وأمام الناس. فالصوت العالي أصبح يعوض يعني عن الصوت عن التصويت أو عدد المؤيدين في التصويت أو المعارضين. اللي حصل الآن انه الحكومه لما رات انه يعني هي تملك الاغلبيه لكن ما تملك يعني ان تقنع المعارضه، الحكومه استخدمت الصوت العالي مره اخرى. يعني مثل ما انت تستخدمون لما كنتوا اغلبيه وتستخدمون الصوت العالي، الان الحكومه اغلبيه وتستخدم الصوت العالي. فهذا الامر لابد ان يحدث تفاعل. المجلس مو معتاد ان يكون له صوت عقل، المجلس معتاد ان يكون له صوت عالي وصوت تهديد وصوت تحدي. الحكومة كانت في الأيام في السنوات السابقة دائما يعني تخضع، وعندما تعجز عن مواجهة المجلس تحل المجلس تعيد الانتخابات مرة ثانية. الآن الحكومة تملك أغلبية وهم بعد نفس الوقت ما استفادت من أغلبيتها شيء، لا زال المجلس يعني له صوت عالي ويهدد ويتوعد وإلى آخره. نحن أمام حقيقة أزمة ممارسة الديمقراطية في الكويت. ممارسة الديمقراطية في الكويت يجب أن تخضع الأقلية للأغلبية. هذه حقيقة يعني ما قدرنا نستوعبها احنا بالكويت بشكل واضح. لا الحكومة كانت لما كان المجلس له أغلبية مستعدة تستوعب الكلام هذا، ولا المجلس عندما فقد الأغلبية والمعارضة عندما فقدت الأغلبية مستعدة تستوعب هذا الأمر. الديمقراطية هي حكم الأغلبية، ويجب أن نحترم رأي الأقلية. لا هذا راضي يفهم ولا هذا راضي يفهم، والتصادم أمر محتوم، لأن ما دام أعضاء مجلس الأمة يطالبون حل البرلمان، يعني هذا وصلين يعني وصلوا الى الحال اللي يقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني خلاص هم عاوزين يحلون البرلمان. كيف نحل البرلمان اذا الحكومه تملك الاغلبيه وتملك كل حاجه؟ ما راح نحل البرلمان. التصعيد واللجوء الى الشارع وتأزيم الامر ممكن يحل البرلمان. انا حقيقه اناشد العقلاء في الكويت، اهل الكويت، واناشد حضره صاحب السمو الامير